بسم الله الرحمن الرحيم. ده تلفزيون كيرا 21 بوصة. العيب هنشوفه مع بعض. انا حطيت الفيشة اهوت، بفتح الجهاز مفيش اي حاجة بيانات عنه، لا اللمبة ايضا ولا صوت ولا صورة. ان شاء الله هنفتح الجهاز وهنعرف ايه اللي فيه مع بعض ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. التلفزيون ده نوعه كيرا، مش داخله كهرباء. التلفزيون قطع صوت وصورة. هنبدأ عملية القياس، هنشوف الفولت اللي هو موجود، اللي هو موجود على المكثف، ال 160 فولت 100 مايكرو. في فولت هنا، في فولت هنا في على الفيتر. طب اكبر الوضع، ما فيش. طيب هنشوف في فولت على المكثف الكيماوي الكبير كده، اللي هو في ذلك في 116 اهوت. لو جبنا الارض على الكهرباء هنلاقي فيه 260 فولت اهمت. عبد الله شوف 200، هنلاقي 260 فولت. معنى كده ان دارة الكهرباء اللي دارت البريدج السيليكونات هتلاقي سليمة. الكهرباء وصل لغاية المكثف، معنى كده ان الكهرباء وصل للاي سي اللي هو اللي بتاع دارة الكهرباء. ماشي. معنى كده ان العيب موجود في دارة الكهرباء، لان الشوبر مش خارج اي فولتياتها. الشوبر ما فيهوش اي فولتيات. هنبحث بقى نشوف العطل فين في دارة الكهرباء. اول حاجة هعملها هختبر المقاومات والمكثف الصغير ده دلوقتي الموجود في دارة الكهرباء، هغيره ونشوف اللي هيحصل. شكرا. خش علي. ده الفوتو كابلر، انا قسته ولقيته شورت، هقيسه تاني. الناحية اهي سليمة. هقيس الطرفين التانيين. الفوتو كابلر ده شورت، انا غيرته اهوت، ركبت واحد غيره. هقيس اللي جنب منه اشوف الترانزستور دي سليم ولا بايظ، وبعد كده هنشوف اللي هيحصل. هقيس فولت. ماشي كده. انا هجرب احط المتر على الارضي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقيس الكهرباء اللي هي موجوده على المكثف ال 160 فولت 100 مايكرو فرات، هشوف كده وصلت له كهرباء ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده وصل كام فولت يا عم عبد الله؟ اهو انا على فكره بجرب على السير كده 109 فولت اهو. يبقى كده دارة الكهرباء اشتغلت. اهي كده انا فصلت اهوت. هفتح كده تاني 109 فولت اهو خارجين من دارة الكهرباء. يبقى اذا العيب كان فين؟ العيب كان موجود في العيب كان موجود في الفوتو كابلر، كان شورت. هيصوتها كده قدام منكم عشان برضو كده نستفيد مع بعض. هظبط الافومتر اهوت. ادي ناحية سليمة، الناحية التانية هي اللي شورت اهي. كده احنا غيرنا، عملنا اللي كل اللي احنا عملناه، غيرنا الفوتو كابلر. وعلى فكره انا كنت فصل المقاومه اللي هي مديه اللاين، انا كده هوصلها هشوف الجهاز هيشتغل ولا لا.
بسم الله الرحمن. كده انا هجرب الجهاز ده وكان على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الجهاز اشتغل الحمد لله. بس في اللاين كهرباء زي طالع كده، في زنه كده 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 الحمد لله. كده عملت الجهاز اشتغل وشكرا. والجهاز على فكره نوعه كيرا 21 بوصه، والحمد لله تم اصلاحه وكان العيب موجود في الفوتوكابلر. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.